يقول أو سائلة تقول: ما حكم البرقع والنقاب بأشكاله المختلفة؟ واجب على المرأة الحجاب، تستر جسمها وسائر بدنها، تستر وجهها وكفيها عند الخروج من بيتها، سواء سترته بالخمار أو بالبرقع الساتر الذي لا يظهر منه إلا فتحة العينين أو عين واحدة، أما أن تخرج شيء من وجهها فهذا لا يجوز. يعني بعض النساء تجعل غطاء لا يسترها، لأن تخرج شيئا من وجهها وإنما تستر بعضه فقط تخرج بعضه الآخر، هذا لا ليس بحجاب، حجاب ما يستر الوجه كله.